طيب، يعطيكم العافية يا شباب. تحدثنا المحاضرة الماضية على خوارزمية الكي مين في الكلاسترينج، وحكينا إنه الخوارزمية هذه بتعتمد على حساب المتوسطات وحساب الديستانسز عشان تحدد إنه إيش النقاط، يعني أو إيش لكل نقطة إيش السنتر الأقرب، وبصير في أنا عندي assignment لإلها. بشكل سريع، الخوارزمية إنه بتشتغل بهذا الشكل. يبقى أنا عندي هنا بعد ما أختار كي بوينت as initial centroids، تمام. طبعا الكي بوينتس هختارهم بشكل عشوائي من الداتا سيت، بدي إنه أنا أعمل تكرار ريبيت إنه فورم كي كلاستر، راح أشكل كي كلاسترز، تمام، على حسب عدد الكلاسترز. كيف؟ إنه أنا أعمل assigning لكل البوينتس للكلوزست سنترويد. يبقى هنا كل نقطة بلف عليها بحسب المسافة بينها وبين كل السنترويد، وعلى هذا الأساس إنه بقرر أنا أعملها assign للسنترويد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع على حسب الكي اللي هو عدد الكلاسترز. بما إنه صار في عندي assignments، راح يختلف أنا عندي السنتر، راح اضطر انه انا اعيد احسب السنتر من اول وجديد. ما دام عدت حسبت السنتر من اول وجديد، معنى ذلك انه برجع بعمل اساين، فبالتالي بعمل اساين حساب سنتر من اول وجديد، اساين حساب سنتر، اساين حساب سنتر، بعمل ريبيت انتل انه the centroid do not change. هذا الكونفيرجنس، هذا شرط الكونفيرجنس. وشفنا المثال وشفنا انيميشن لإله بهذا الشكل، تمام. لاحظ انه مثلا على سبيل المثال في هذا المثال، انه احنا يعني هذه النتيجه النهائيه في الايتريشن السادسه، تمام، انه انت عندك هاي مركز الكلاستر هنا، هاي واحد هنا، تمام، هاي هذا واحد زي هيك عشان اوضح لك اياه، هاي هذا الثاني اذا مش واضح عندك على اللوح، وهي هذا الثالث بهذا الشكل. طبعا هذا بعد وصلنا له بعد الايتريشن السادسه. شوف تفاصيل الايتريشنز هذه، هي عينه. لاحظ انه انت عندك الانيشال سنترويدز انه تم اختيارها انه واحد هنا، تمام، وهي الثاني هنا، وهي الثالث هنا، قراب من بعض. بس فعليا انه كل واحد، يعني السؤال انه هل السنتر هذا انه هو حيتحرك يعني للكلاستر هذا، حنشوف هذا الكلام بشكل متكرر. انت عندك لاحظ انه بما انه في عندك سنتر هنا، في عندك نقاط باللون هذا وفي عندك نقاط باللون الثاني، فبالتالي الاساينمنت انا عندي مختلفه. الان في الايتريشن الثانيه لاحظ انه السنتر كان هنا، تمام، وتحرك لتحت شوي. ليش؟ لانه انت عندك النقاط هذه كلها تابعه، يعني هنا هذا هو انه تابعه للكلاستر، فبالتالي انت محتاج انه انت لاحظ السنتر وين موجود في الطرف، محتاج انه انت تحسب السنتر الجديد اللي هو يفترض انه يكون في المنتصف. طبيعي انه يجي بالمنتصف لانه عبارة عن متوسط مين، تمام. فلاحظ انه انت عندك كيف بدأ يتحرك الكلاستر، هيوصل هنا انه نزل تحت كمان، وهكذا لغاية الايتريشن رقم 6. لاحظ انه الفرق بين ايتريشن 5 وايتريشن 6 انه ما فيش فرق في السنترويدز، فبالتالي هنا كونفيرج. طيب الان بدنا يعني هذا، يعني هذه كمان مره الانيميشن عشان تستحضر الخوارزميه، عشان لما ناخذ المثال العددي انه تكون الامور واضحه بالنسبه لك. لاحظ انه الانيشال سنترويدز انه هي بدات في المنطقه هذه هنا، تمام، زي ما انت شايف المؤشر هنا، وبدات انه المينز انه هي تتحرك على حسب الاسايند بوينت، يعني انه هي راح انه تتمركز نواحي يعني تجمعات البيانات. فأنا عندي ثلاث تجمعات، هذا التجمع الأول، هذا التجمع الثاني، وهذا التجمع الثالث. ففعليا إنه نقاط البيانات إنه بتتحرك نواحي تجمعات البيانات. لاحظ إنه هنا بغير لك إنه أنت عندك بعد الستارت أنت عندك assignment، بعدين update centers centroids، assignment update cluster centers، assignment update cluster centers، وبتستمر في هذا الايتريشن لغايه لما يصير في عندك convergence ويتوقف الكلاستر على تغيير. طيب ناخذ مثال، المثال هذا انا
انه فعليا انه يعني وارد جدا انه انا اجيب لك في الامتحان انه مساله زي هيك، يعني طبعا لكن راح تكون لاعداد اقل. انت عندك هنا مجموعه من يعني فيزيتور لويب سايت، تمام، وبدي احاول انه الفيزيتورز هدول انه انا اعمل لهم كلاسترنج او اجمعهم على حسب الفئه العمريه، تمام، لانه انا عندي one dimensional space، one يعني انه عمود واحد اللي هو عمود الايج، تمام، فبدي انه اعمل تجميع للفيزيتورز هدول للكاستمرز هدول على حسب فئاتهم العمريه، فبدي اعمل كلاسترنج. فانا عندي 19 فيزيتور، تمام، ايش الاعمار تبعتهم؟ هيو 15 15 16، فاقل واحد عمره 15 اكبر واحد عمره 65، فبالتالي انه هي الداتا سيت تبعتي في الامتحان. انا حجيب لك يعني داتا سيت مكونه من عمود واحد برضه ومكونه من اربع سجلات مثلا على سبيل المثال للتبسيط، او خمس سجلات، تمام. فهجيت انا بحكي لك انه الانيشال كلاستر اللي هي عباره عن الراندوم سنترويدز انه تم اختيارها بشكل عشوائي 16 و22، 16 و22، وبحكي لك انه الكي 2 المطلوب انه تقسيمهم لتو كلاستر. فانت اسهل حاجه انه انت ايش تروح تعمل؟ تعمل الجدول التالي. انت عندك هي الاكس اي اللي هو عندك كل البيانات تبعتك اللي هي اعمار الفيزيتور 15 15 16 الى اخره، تمام، بتحط سي 1 سي 2 بتكررهم بس عشان تسهل الحسابات، عشان انت تيجي تطلع انه قبال بعض، وبتحسب ديستانس 1 وديستانس 2، يعني بمعنى اخر انه انت بتحسب النقطة هذه المسافة بينها وبين سي 1 والمسافة بينها وبين سي 2 اللي هي القيم هذه. فانت بتقول انه 15 و16، قديش المسافة بين 15 و16؟ 1 22 15 و22 7 عندك بهذا الشكل. فبالتالي انه المعادلة المستخدمة هي المعادلة المستخدمة اللي هي اكس اي ماينس السي سي 1 وسي 2، فبالتالي انت بتحسب انه ديستانس 1 وديستانس 2 بناء على هذا الكلام. هذه منهاتن ديستانس. انت ممكن انه انت تحسب اليوكليديان ديستانس، انه انت يعني تاخذ حاصل الفرق تربعه وتحطه تحت الجذر، بس هذه انه اسهل بدل ما انه انت تربع وتحط تحت الجذر، فتاخذ الابسوليوت فاليو مباشره، تمام. فالان انت عندك المسافه لسي 1 1 والمسافه لسي 2 7، مين الاقرب؟ 1. فبالتالي هي النيرست كلاستر، فانت بتعمل اساين لكلاستر 1. فهنا عندك من ال 19 نقطة ثلاثة صار لهم الساين، صار لهم تعيين أو تنسيب للكلاستر الأول، تمام، وعندك 16 منسبين للكلاستر الثاني. بما إنه صار في عندي نقاط منسبة للكلاستر، هذا بيستدعي حساب النيو سنترويدز أو المتوسطات الجديدة. فهذه كيف بيكون، يعني كيف بدك تحسبها؟ 15 زائد 15 زائد 16 تقسيم 3 بيطلع عندك 15 و33 مجموعهم على عدد القيم بالضبط، تقسيم 3، وهنا انه مجموع هدول القيم تقسيم 16، فبيطلع عندك 36 و25. كيف؟ مش لازم ايش؟ ليش ثلاثة؟ احنا في الاتريشن الاولى، ايش يعني كل مرة بدي احسبه؟ الاتريشن الاولى انه هي انيشالي انا عندي السنترز، تمام؟ 16 و22، فبدي احسب كل نقطة مين اقرب؟ اقرب لل 16 ولا لل 22؟ فرحت عملت العملية هذه وصار في عندي تنسيب للنقاط. في الاول النقاط مش منسبه، مش معمولها اساين، صار لها تنسيب. فهجيت بما انه الكلاستر هذا فيه ثلاث نقاط والكلاستر هذا فيه 16 نقطه، هذا بيستدعي انه احنا نحسب السنتر الجديد لهذا الكلاستر. اي نعم احنا نسبنا للكلاستر السنتر تبعه 16، ولكن انه بعد تنسيب ثلاث نقاط للكلاستر هذا يفترض انه بدنا حساب لسنتر جديد. فالسنتر الجديد ببساطة انه مجموع القيم على عددها. كل نقطة تعمل سنترات.
كل نقطة كل كلاستر بده يكون فيه له سنترويد. كل كلاستر بالضبط. تمام؟ لا هكذا، انت كل كلاستر كيف بدك تحسب المتوسط تبعه؟ تاخذ كل النقاط اللي في الكلاستر هذا وبتاخذ المتوسط تبعه. تمام؟ وخليني ارجع لك هنا عشان تكون امور واضحه كمان. يعني انه هنا على سبيل المثال انت عندك كم نقطه؟ هي واحد اثنتين ثلاثه اربعه خمسه، خمس نقاط. كيف بدك تحسب السنتر لهذا الكلاستر؟ وافترض انه انت عندك مش بس دايمنشن ويب، مش الايج بس، في عندك الايج والجندر، وفي عندك عمود ثالث اللي هو الانكم يعني لنفترض. فانت السنترويد راح يكون مش نقطه واحده، عباره عن السنترويد مش راح يكون انه رقم واحد، ثلاث نقاط، لانه عندك ثلاث اعمده. فانت راح تجيب النقاط التابعه للكلاستر هذا اللي هم الخمسه هذول بس، وتجيب المتوسط تبع اكس واحد اللي هو المجموع تبع اكس واحد تقسيم خمسة، وهنا المجموع تبع اكس اثنين تقسيم خمسة، والثالث برضو المجموع تبع اكس ثلاثة تقسيم خمسة. فراح يطلع عندك المين ثلاث قيم. تمام؟ او ثلاث احداثيات للمين، هذا يعني يعني التعبير المناسب. خلصنا الاتريشن الاولى. تمام؟ هاجيت السنترز الجديده ايش صارت؟ 15 و33 و36، هيني لسه اوريدي حسبت. ايش بدي اسوي؟ بدي اخذهم على الاتريشن اللي بعديها. الاتريشن اللي بعديها ايوه حطيت السنترز الجديده اللي هي ال 15 و33 و36 و25، وبحسب ديستانس واحد وديستانس اثنين. كل نقطه اقرب، هل ال 15 اقرب لل 15 33 ولا لل 36 و25؟ هنا الفرق 33 بعد الفاصله، وهنا الفرق 21. مين اقرب؟ هذا. تمام؟ وبكمل البقيه. لاحظ انه انا في عندي نيو اساينمنت، في الاول كان انا عندي ثلاثه تمام فقط، الان تقريبا صار نص النقاط، تقريبا نص النقاط، هم عددهم 19. تمام؟ نص النقاط تقريبا صارت منسبه لكلاستر واحد، والنقاط البقية منسبة لكلاستر اثنين. ما دام انا في عندي نقاط جديدة موجودة صارت في الكلاستر، فبالتالي هذا بيستدعي انه انا احسب المتوسط اللي هو مجموع هدول القيم على عددهم. تمام؟ ومجموع هدول القيم على عددهم. فبالتالي يعني بينتج عن ذلك سنترز جديدة او سنترويدز جديدة 18 و56 و49 ونص. باخذهم للإتريشن اللي بعديها، إتريشن ثلاثة. كيف؟ تستمر لغاية الكونفيرجنس. إيش الكونفيرجنس؟ إنه ما يكونش في عندك تغيير في السنترويدز. لما يثبت السنترويد، يعني مثلا الإتريشن هذه والإتريشن اللي وراها بتوقف، وهذا اللي حيبين معانا هنا في المثال. اتريشن 3 واتريشن 4 فعلا انه السنترز هدول مش راح يتغير. حقيقة السنترز اجينا حسبنا تمام المساء، يعني عملنا اساينمنت، وهذا استدعى ان احنا نحسب السنتر الجديدة، كان قبل 18 و56 صار هلقيت 19 ونص. تمام؟ كان قبل 18 و56 صار 19 ونص، وكان السي 2 45 و9 صار 47 و89. تمام؟ خلصنا الاساينمنت، بروح على الايتريشن اللي بعديها. طلع كويس على السلايد، هاي ايتريشن 4 نفس الاساينمنت. اجينا حسبنا لقينا انه لا خلاص كل واحد منسب للكلاستر الاقرب له فعلا، في شيء كلاستر ثاني، في شيء سنترويد ثاني اقرب له، وهو منسب اوريدي للسنترويد الاقرب له. فبالتالي ما دام ان النقاط هي نفسها، هل حيختلف السنترويد؟ حيضل زي ما هو. فبالتالي انه 19 ونص و5 و47 و89. فبالتالي انه خلاص هيك ستوب. فممكن تستمر 7 ايتريشن، ممكن تستمر 8 ايتريشن على حسب. لاحظ انه هنا في الامثله اللي انا كنت اشرح لك اياها، انه هنا حسبنا او ورجينا انه
هنا أنا عندي 6 iteration، تمام، على حسب ال data set وعلى حسب ال initial centroids اللي تم اختيارها، تمام. في اكس اكثر من كل كيف؟ اكثر من كل اكس صحيح، كمان اكثر من واحد تحسب مين كلهم صحيح؟ نعم جمع من كلهم وطلع سيدرون. صحيح، أجهزة الأسايمنت هنا نفس الإشي. إذا الأسايمنت نفس الإشي معنى ذلك إنه مستحيل إنه السنترويد إنه يتغير، إشي بسيط، لأنه النقاط هي نفس الأرقام. نعم. إيش يعني اختلاف؟ يعني أنت لاحظ هنا انه عندك هنا لما كان 18 و56 لاحظ ال 28 كانت منسبه لوين؟ الكلاستر الثاني. ايش يعني اقرب للثاني؟ بيسأل السؤال بصيغة مختلفة. قصدك أنه نفس العدد ولكن الأرقام اختلفت؟ لانه انت عندك مثلا الكلاستر انه في الاتريشن الثانيه كان 5 نقاط والاتريشن اللي بعديها 5 نقاط بس القيم مختلفه، هذا بيستدعي انه السنترويد يختلف، وبدي اعمل اسايمنت ممكن يختلف الاسايمنت في الاتريشن اللي وراها. يعني انا راح من عندي نقاط واجا بدلهم نقاط ثانيه اختلفت النقاط. لاحظ انه انت عندك هنا الاسايمنت انت عندك بيختلف، انه لاحظ انه في البدايه انه انت عندك كان بس 3 نقاط انه يعني منسبة للكلاستر واحد، بعدين انه انت صارت عندك تزداد انه النقاط اللي منسبة يعني، تمام، فبالتالي انه في نقاط بتغادر هذا الكلاستر وبتروح على الكلاستر هذا تدريجيا زي هيك. لاحظ انه هنا زاد، انا عندي تقريبا نص النقاط صار في الكلاستر، تمام، بعدين تريش اللي وراها زادت، انا عندي نقطة 28 غادرت كانت منسبة لكلاستر 2 صارت منسبة لكلاستر 1. قد يكون انه يعني قد يحدث انه يكون في عندك انه كلاستر انه في كذا اتريشن متعاقبه انه عدد النقاط فيه يعني هو نفس عدد النقاط ولكن القيم انه بتختلف، معنى ذلك انه في نقاط غادرت وفي نقاط اجت، فهذا بيستدعي انه تغيير السنترويد. انا وقتيش انه بتوقف اذا كان انا عندي سنترويد، تمام، انه ثبتت، معنى ذلك انه خلاص الاساينمنت اللي فات الاتريشن اللي فاتت هو نفس الاساينمنت تبع الاتريشن هذه، وهذا ادى انه تكون السنترويد هي نفسها، فبالتالي انه خلاص هذا الفاينل كلاستر فعلا. وكانه بمعنى اخر كل نقطه منسبه للسنتر الاقرب لها فعلا، تمام. كيف؟ يعني ممكن تعمل امبلمنت لهذه الشغله يعني، بس انه يعني من خلال مكتبات انه انت بتسهل عليك انه انت تستخدم ديستانس متريك مختلفه، تستخدم يعني هاي دايمنشنال داتا سيت، انت لو بدك تعملها امبلمنتيشن ممكن تكون يعني على بيانات بسيطه، يعني ممكن يعني تقدر بسيطه تقدر تعملها امبلمنتيشن يعني. النصوص لازم انه يتم تمثيلها كارقام. لا، انه هذا في خطوه البري بروسيسنج، انت لما تيجي تحضر البيانات ماشين ليرنينج تستلم ارقام بس ما تعملش غير مع ارقام، فانت بتمثل الكلمات مثلا على سبيل المثال كفريكونسي، انه مثلا كلمه كذا انه كم مره تكررت في المستند او في النص انت عندك. يعني
مش انت بدك تعمله، في تول، في يعني انه يعني كود او تول او اوبريتور بتعمل لك الكلام هذا كله، لكن انه الخوارزمية ما بتستقبل الا ارقام، مستحيل. كيف؟ ايش هي الداتا؟ كيف اغلبها داتا سيت؟ قصدي تكست. ايش هي الاعمده اللي فيها تكست؟ حتى كاتيجوريكال فاريبل، وحكينا انه الكاتيجوريكال فاريبل كيف انه حساب الديستانس حكيناه سابقا، قلنا انه انت بدك تحسب قديش المسافه بين الاحمر والاحمر، قديش الاحمر والاحمر قديش المسافه؟ صفر، متطابقين على بعض. الاحمر والازرق واحد، الاحمر والبرتقالي واحد، فبالتالي انه بغض النظر عن انه يعني انا بجيش انه هذه مش اوردينال، الترتيب فيها مش مهم، لكن اذا كان الترتيب مهم تمام، ساعتها انه انا ممكن انا احوله مثلا لاندكس ارقام، او انه انا بعرف انه المتغير هذا اوردينال، فبالتالي انه بيصير في انه انه انا اجي اقول والله انه مين اقرب لبعض، مثلا على سبيل المثال الدبلوم والبكالوريوس ولا الدبلوم والدكتوراه مثلا على سبيل المثال، او الماجستير. فبالتالي انه انت يعني اذا كان في ترتيب مهم، ساعتها انه ممكن انت تحوله لاندكس معين او لسكيل معين، وتقدر انه انت تحسب عليه. لكن بينما لكن طالما انه انت عندك العمود تبع الاورجنايزيشنز ترتيبها مش مهم، اسماء منظمات، فبالتالي انه فبالتالي انت 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 بتقيس انه انه في تشابه اذا كانت انه القيم نفس الشيء، في يعني بتقيس واحد. وهذا بيطرح تساؤل ثاني، انه انت على سبيل المثال بما انه الاورجنايزيشن راح يكون ناتج التشابه تبعها صفر وواحد، هذا بيستدعي انه الاتريبيوت تبع الايج مثلا انه احنا نعمله نورماليزيشن. فبدل ما تكون انا عندي القيم، انا عندي في قيم، انا عندي 65 43، فبالتالي انت لما تيجي تحسب حاصل الفرق تمام، هاي الديستانس، الديستانس انت عندك هنا 26، فبالتالي انت لما تيجي تقارنها مع ديستانس تبعت الكلر اللي هي راح تكون صفر وواحد، لا هذا بيستدعي انه انت تعمل نورماليزيشن للعمود تبع الايج تمام. واذا عملت نورماليزيشن راح تؤدي، يفترض تؤدي لنفس النتائج، لانه نفس الارقام ولكن انت عملت لها مابينج في سبيس جديد، انه انت عملت لها نورماليز، حولتها لسكيل جديد. طيب يبقى توقفنا عند الايتريشن الرابعه، حكينا انه الامور تمام. نيجي الان نعطي ملاحظات على النتائج اللي وصلت لها. هنا في عندي نتائج مهمه جدا جدا، يعني باختصار بتقدر تقول انه والله هدول الكاستمرز بينتموا للكلاستر واحد، هذا هو الهدف الناتج الرئيسي، انه انت تقدر تعرف كل كاستمر لاي مجموعه بينتمي. اجى لك كاستمر جديد، انت بتنتمي، انت عمرك اقرب لل 19 ونص ولا اقرب لل 47، فبالتالي كل كاستمر جديد بقدر انه انا اعينه للكلاستر الاقرب له، للمجموعه اللي اقرب له، فبالتالي انه بطبق عليه بقيه خصائص المجموعه هذه. هذا الناتج الاول، وهدول مجموعه الكاستمرز اللي بينتموا لهذا للكلاستر الثاني، وهي السنتر طبعا تمام. فهجيت هنا بحكي لك يعني هذه اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه على النتائج برضو انه السنترويدز فعلا هي عبارة عن نقاط تمثل الكلاستر كله بالضبط، يعني بتقدر تقول أنا في عندي فئتين للزبائن، فئة إنه يعني عمرها متوسط عمرها 19، والفئة الثانية متوسط عمرها 48، حوالي 48 47 و89 تمام. فبالتالي تقدر إنه أنت تمثل الكلاستر كله بنقطة واحدة إنه كفئة عمرية، فبالتالي أنت بتقول إنه أنا عندي فئتين من الزبائن، فئة متوسط أعمارها 19 وإلها نمط شرائي، وفئة تانية متوسط عمرها 47 وإلها نمط شرائي مختلف تماما، يعني هدول اهتماماتهم تختلف عن هدول تمام. وكذلك تقدر تقول انه ال 19 هذه او السنترويد هذا
تقدر تحسب الرينج، هذه نقطة مهمة. يعني بمعنى آخر تقدر تقول إنه أوكي الكلاستر هذا متوسط العمر 19 والرينج تبع العمر من 15 ل 28، والفئة الثانية اللي هي من 35 ل 65 هذه الفئة العمرية ومتوسط العمر فيها 47. تمام؟ فهذا الكلام انه انت حتلاقيه هنا. طبعا هذه الملاحظه الاولى حكيناها انه اوريدي انه ما فيش اختلاف بين اتريشن 3 واتريشن 4، انه السنترويد ما اختلف. النتيجه الثانيه انه احنا نتج عندنا تو كلاستر تو جروبس، الجروب الاول ما بقدر امثله كفئه عمريه. كيف جبتها؟ جبتها بالمين والماكس للاشخاص اللي موجودين او للاعمار اللي موجوده داخل الكلاستر من 15 ل 28، والفئه الثانيه من 35 ل 65، وهذه متوسطها 19 ونص، والثانية متوسطها 47 و89. الملاحظة الثالثة، قبل الملاحظة الثالثة طبعا هذا كلام انه بيتلخص، انت عندك كل iteration يعني كيف انه انت عندك بيتحرك. لاحظ انه انت عندك التحرك في، انت بدينا ب 16 صار 15 18 19 19، فبالتالي الحركة في السنتر الأول مش كتيرة، لكن السنتر الثاني كان 22 صار 36 45 47 47، فبالتالي إنه فعلا هو تحرك لتجمع أو تكتل الأشخاص اللي فئات الأعمار تبعتها من 35 ل 65. ففعليا انت السنترويد هذا تم اختياره عشوائيا، واي نعم انه تم اختيارهم جنب بعض، لكن فعليا صار في عندي تمثيل حقيقي للبيانات من خلال التمركز، انه السنترويد تمركزت حوالين تجمعات البيانات بشكل فعلي، والخوارزميه اشتغلت على هذا الاساس. حقيقة الملاحظه الاخيره والمهمه انه الانيشال تشويس تبع السنترويد ممكن ياثر على النتائج. معنى ذلك احنا لو عدنا التجربه هذه وكان السنترويس الانيشال اللي تم اختيارهم كان ارقام غير هدول، ممكن يؤدي لنتيجه مختلفه، ممكن يؤدي لنتيجه مختلفه، ممكن يؤدي لنفس النتيجه. تمام؟ ولكن انه قد يكون انه تصدف انه انت عندك تختار سنترويدز انه اماكنهم مش مناسبه كتير، وهذا بيؤدي انه هي السنترز انه تروح باتجاهات خاطئه او انه تؤدي لنتائج مختلفه يعني. تمام؟ كيف؟ ليش ايش؟ يعني انت بالنسبه لك يعني ممكن انه انت تكرر التجربه اكثر من مره. اذا كان في عندك مثلا على سبيل المثال التجربه بتختلف، يعني حتلاقي انت في عندك سلسله من التجارب انه النتائج فيها متقاربه. يعني السنترويدس النهائيه راح تلاقيها انه متقاربه من هذه، مش راح تطلع زيها بالضبط، ولكن انه حتطلع انه نتائج متقاربه. فاذا كان كذلك فبالتالي انه اوكي، معنى ذلك انه الكلاسترنج تبعك شغال. لكن اذا انت مثلا انه طلع لك كلاسترنج وبعدين طلعت لك نتيجه مختلفه، بعدين طلعت لك نتيجه مختلفه، بيكون في اشكاليه في الاختيار الراندوم، فبتضلك تكرر في التجارب لغايه لما تصل لانه انت عندك يعني في استقرار في يعني في نتائج السنترويس اللي عندك. هذه شغله. الشغله الثانيه ممكن انه انت تجرب عدد مختلف من الكلاستر. احنا المثال طبقناه هنا 2 كي بتساوي 2، ممكن تجرب الكي بتساوي 3، ممكن تجرب الكي بتساوي 4، وتختار انه ايش كلاستر سايز، انه قديش انه يعني ايش التقسيم، يعني انسب تقسيم، تقسمهم لقسمين لثلاث اقسام لاربع اقسام، وهذا كلام احنا حنحكي عليه في الايفالويشن. فبالتالي انت فعليا راح، خليني ارجع هنا في البداية، إنه بدنا كلاستر يكون فيه الانترا كلاستر ديستانس أقل ما يمكن والانتر كلاستر ديستانس أكبر ما يمكن. الانترا زي ما حكينا إنه داخلي، كيف؟ مش الكي، الانترا كلاستر ديستانسز، هنا المسافات داخل النقاط داخل الكلاستر أقل ما يمكن. يعني بمعنى اخر انه احنا بدي اياك توجد الكلاستر بحيث انه تكون النقاط فعلا قريبه على بعض، وفي نفس الوقت انه يعني كل كلاستر بعيد عن الكلاستر الثاني. بمعنى اخر انه فيش تداخل،
فبالتالي انه انت زي كانه انت بتيجي توجد لي فعلا كلاسترز يعني حقيقيه، او ويل كلاستر بيسموها، انه يعني تم تقسيمها بشكل جيد يعني. كيف؟ لا إذا زادت إذا قلت المسافات، هذه مينيمايزد وهذه ماكسيمايزد. يعني أنا بدي المسافات داخل النقاط، داخل النقاط في نفس الكلاستر قليلة، وفي نفس الوقت إنه المسافة بين الكلاستر كله والكلاستر الثاني أكبر ما يمكن. يعني إنه بدي الكلاسترز متباعدة قدر الإمكان. بتقدر إنه أنت يعني وكأنه بقول للخوارزمية بدي إياكي توجدي النقاط، تمام، تعمل تطلعي لي تجميعات تكون فيها ان النقاط قريبة على بعض كتير، تمام، وكل تجميعة انت بتعمليها بدك تراعي انه هي تكون بعيدة عن التجميعات التانية، في شيء تداخل، هذا الويل كلاستر، تمام. اوكي okay.